بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم وصلاتنا وصيامنا بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا يجب على المرأة أن تعرف حكمها الشرعي، خصوصا إذا جاءها الدم في شهر رمضان. بل في بعض الأحيان تستعمل المرأة مانعا لنزول الدم، لا إشكال في ذلك، حتى تحافظ على صيامها، وهذا لا إشكال في، بل هو جائز. ولكن في بعض الأحيان ينزل على المرأة الدم، أقصد دم الحيض، في نهار شهر رمضان، فما هو الحكم؟ قد ينزل الدم قبل الزوال، وقد يأتيها العذر الشرعي بعد الزوال، فما هو الحكم؟ طبعا الجواب على ذلك، إذا تعرضت المرأة إلى نزول الدم قبل الزوال أو بعد الزوال فيجب عليها الإفطار، وهذا دم الحيض يفترق عن دم الاستحاضة. ودم الحيض متى ما نزل في أي وقت من أوقات النهار، نهار شهر رمضان، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، ولو قبل الإفطار بدقيقة، ولو قبل الإفطار بدقيقة نزل على المرأة الدم وجاءها العذر الشرعي، فهنا أيضا تفطر، ويجب عليها ماذا؟ ويجب عليها أن تقضي هذا اليوم، اليوم الذي نزل فيه الدم، ولو قبل الأذان بدقيقة، يجب عليها أن تفطر فيه، ثم بعد ذلك تقضي هذا اليوم. أما بالنسبة للصلاة، كما تعلمون المرأة لا تقضي الصلاة، فقط الصيام. فإذا لابد أن تميز بين أنواع الدماء النازلة في شهر رمضان، من حيض واستحاضة ونفاس وغيرها من أنواع الدماء، فلكل دم حكمه الخاص به. أسأل الله سبحانه وتعالى العافية ودوام العافية وتمامها ببركة محمد وآل محمد.